تقريباً هنا تعطينا كمدير تقني الجانب التقني في هذا الطواف ديال البوسفاطي. طواف المدن البوسفاطية اللي كيتوصل مع السنة تحت إشراف جامع البنات ديال المغربية تبقى الدراجة المغربية للبوسفاط، كيعطينا واحد السمة مضافة للدراجة المغربية حيث أنه يعتبر هو آخر سباق في موسم الأفريكا تور، مع العلم بأن الفريق الوطني المغربي كيحمل الرتبة الأولى لإفريقيا على الصعيد الفرقي ولا الوطني، فيعني مدينة خليفكة مدينة معروفة منذ قديم الزمان بعطائها للدراجة المغربية من أبطال كبار بحال بن قادي بحال علاوي بحال تاتشي بحال حسيني محسيني الآن، يعني كيعطي واحد الشيء جميل لمدينة خليفكة والدراجة المغربية. تحية سي عبد الشريف.